بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات الفقه الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول الله تبارك وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يعني يومئذ يعني يوم القيامة لما الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق في صعيد واحد كلهم لا يغادر منهم أحد يجمعهم جميعا ويأتي الله تبارك وتعالى كما قال في الآية وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي الله تبارك وتعالى مع الملائكة في موكب عظيم وفي هيئة لم يشهد لها مثيل هنالك ينزل الله تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء حتى يفصل بين الناس فمنهم شقي وسعيد حتى ينقسم الناس عندها إلى قسمين شقي وسعيد جعلنا الله وإياكم من السعادة إن شاء الله إذن يقول كذلك في ذلك الموقف العظيم يؤتى بجهنم يجيب جهنم وقلت لكم أنا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره في كتاب صفة جهنم على أن التفسير هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم أن الملائكة يأتون بجهنم يأتونها اسمعوا مليح يا إخوان يجيبوها باش يجيبوها يأتونها بسبعين ألف زمام يقودوها بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك طلع على حساب الجي 4,900,000,000 من الملائكة يكركروا في جهنم خد منها جهنم ما يعرفها إلا الله تبارك وتعالى أعاذنا الله وإياكم منها هذه الملائكة العظام الشداد أولي القوة والبأس الشديد يجيبوها يكركروا فيها بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعين ألف من الملائكة واضرب انت سبعين في سبعين ألف تطلع 4,900,000,000 4,900,000,000 من الملائكة يكركروا فيها كبيرة لا يعلمها إلا الله بينما هنا يا إخواني الكرام واحد يسأل يقول ليش أنا ربي سبحانه هدر على جهنم وما هدرش على الجنة صح ولا مو صح قال وجيء يومئذ بجهنم وما قاش جيء بالجنة لماذا لأن يا إخواني الكرام اليوم هذا يوم انتقام ويوم فصل ويوم إذلال الظلمة والجبابرة الذين كانوا يستعبدون الناس ويستذلونهم ويضربون أبشارهم ويعذبونهم فحق لله تبارك وتعالى أن يظهر أولا جهنم قبل الجنة حتى يرونها الظلمة والجبابرة الذين كانوا يكفرون بالله تبارك وتعالى ولسان حالهم يقول من أعظم منا قوة شكون اللي اكثر منا ما كان حتى واحد اكثر منا بالعكس كاين ما هو اكبر منهم قوة واكبر منهم شدا وحولا وهو الله تبارك وتعالى اذن الله تبارك وتعالى في هذا المكان المهيب في هذا الهيئة العظيمة حق له ان يأتي بجهنم دون الجنة فحق لله تبارك وتعالى ان يأتي بجهنم على هذه الحالة الكبيرة التي تتصدع منها القلوب وتتفطر منها الأفئدة وهي 70,000 يجرونها في كل 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك هيئة عظيمة لا يعلم عظمتها ولا يعلم مهابتها إلا الله تبارك وتعالى ولكن لما الأمور تهدن وينقسم الناس إلى قسمين بعد فصل القضاء الله تبارك وتعالى بعد ما يفصل القضاء يجعل الناس إلى قسمين صنف من السعداء وصنف من الأشقياء هنالك تأتي مرحلة واحدة أخرى اللي قال عليها ربي سبحانه
وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. شفت الآية هذه؟ الآية هذه تقول لك جهنم جابوها، والآية الأخرى تقول لك برزت، يعني بينوها ووضحوها. همنا كذلك جهنم لما يجوا بها كذلك الجنة يقربوها. وأزلفت الجنة للمتقين، باش لما تكون انت يا اخي العزيز من المتقين ما تتعبش باش يقول لك اروح ندوك وتروح للجنة، يجيبوها لك. فهمنا؟ يجيبوا لك الجنة. وأزلفت يعني قربت، ولذلك سميت المزدلفة هناك في المشاعر المقدسة، سميت المزدلفة مزدلفة لأنها ازدلفت من مكة ومن منى وبعدت من عرفة. ازدلف يعني قارب، لذلك الكفر قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تقربة إلى الله. وأزلفت الجنة للمتقين، المتقين جعل الله وإياكم منهم يقربوا لهم الجنة. ماشي تتعب انت يقول لك ارواح ندوك تروح للجنة، يجيبوها لك هي وتدخل داخلها. فهمنا؟ كذلك جهنم، كذلك يا إخواني جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لأن إلا دوهم منا حتى الجهنم. فهمنا؟ وهم يمشوا فيهم با يدخلوهم، تصبح عندهم فسحة. سمعت ولا لا؟ باش تفهموا الدقة تاع القرآن دقة متناهية، لأن إذا قالوا مروحوا خلاص هذو من الأشقياء تعالوا تروحوا لجهنم، يدوهم. هذه المرحلة التي تكون بين فصل القضاء وبين دخول الجنة هذه تعتبر فسحة. نعطيكم أنا مثال، واحد يحكموا له بالسجن في مسافة على مئات مثلا كيلومتر، فهمنا كيف؟ يقول لك يقول له راك محكوم عليك بالسجن، يلا ركبوه في الحافلة ودوه للسجن. تعتبر هذيك المرحلة اللي بين السجن وبين المحكمة تعتبر فسحة ولا ماشي فسحة؟ يركبوه في الكار ويدوه حتى للحبس، بينما إذا حكموا له منا يدخل الحبس منا مشكلة، ما خلاوش حتى كما يقولوا يمسح وجهه. هكذاك جهنم يوم القيامة، الله تبارك وتعالى مجرد ما يحكم على المجرمين يجيبها لهم هما لعندهم. وجيء يومئذ بجهنم، ما قاش ادوهم ليها، لأن إلا داوهم تصبح عندهم فسحة. فهمنا ولا ما فهمناك؟ تصبح عندهم مرحلة انتقالية من فصل القضاء إلى جهنم، قد تكون يوم قد تكون يومين قد تكون ساعة من النهار، المهم قد أخذوا نوعا ما قسطا من الراحة وقسطا من اللذة وقسطا من المتعة. فهمنا؟ يعني ريحوا شوية على الأقل، ريحوا قبل ما يدخلوا لها. ولكن إلا مجرد ما حكم عليهم ربي سبحانه بأنهم أصبحوا من الأشقياء ويجيبوا لهم جهنم، مجرد ما يحكموا عليهم يجيبوها لهم، يلا شد مد كما يقولوا شد مد. فهمنا؟ لذلك باش تشوفوا حكمة القرآن لما يقول لك وجيء يومئذ بجهنم، جابوها جهنم حطوها في القضاء، حطوها في وسط وين ربي سبحانه وين يحكم اللي حكموا عليهم، من يدخلوه من. همنا وكذلك الجنة وأزلفت الجنة. تتعب يقول لك يا ودي تدخل الجنة، أرواح ندوك للجنة يا ودي تتعب، يقول لك لا ما تتعبش نوصلها لك حتى لعندك. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وكذلك الجحيم تبرز ويظهر أمرها كما جاء بها الملائكة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة حتى ترون عظمة الله تبارك وتعالى كيفاش يفصل الله تبارك وتعالى القضاء. يقول ربي سبحانه بعد ما تكلم على جهنم وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال لك عندها الله تبارك وتعالى عندما ينزل الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، عندما يأتي الملائكة صفوفا صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى، عندما تأتي جهنم ويؤتى بها في أزمة عظام وملائكة شداد، عندها يتذكر الإنسان، يبدأ يفكر، يبدأ يطلع الحساب أنا واش درت. فهمنا؟ لأن خلاص القضية ما بقاش فيها بعدين ولا العام الجاي، خلاص بانت، ربي جاء، الملائكة جات، جهنم جات. فهمنا؟ كل شيء واضح.
نولوا نطلعوا الحساب واش درنا. خلاص نولوا نطلعوا الحساب. يومئذ يتذكر الانسان في ذاك النار يتفكر. اما درك رانا شبعانين ما تفكروش فهمنا. درك رانا ضايع درك الاخره والجنه والنار وما الاخرين فهمنا كيف. الدنيا هي الاولى. كل منين يحط راسه في الوساده يبدا يتفكر الدنيا واش نقص وزاد شرا ولا ما شراش باع ولا ما باع شكون يسالو شكون ما يسالوش. الجنه ولا والنار والاخره هي الاخره ما كاش اللي يخزر فيها. ولكن في ذيك الدار تصبح هي الاولى في التفكير. يومئذ يتذكر الانسان يبدا يتفكر يقول ها واش درت لو كان غير ما درتش هذيك ودرت هذيك فهمنا كيف. لذلك يا اخواني الكرام فالامر هذا عظيم اللي يقول فيه الله تبارك وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. من أين تأتيه الذكرى وماذا تنفعه الذكرى؟ إذا بدأ يتفكر ويقول أنا واش درت وأنا واش ترفعه. اللي خدم راه خدم واللي ما خدمش ما خدمش. وهنالك تصبح كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كي يشوف الملائكة جاءوا جهنم جابوها وربي جاب جمصر القضاء يولي يقول يا حسرتي يا ندامتي. ولا تنفعه الحسرة ولا ينفعه الندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا وش حال فرطت وما بغيتش نخدم وهاي جات النهار انت على الحساب ولكن ما عندي ولا شيء ضاع كلش. الصلاة راحت بلا وقت افهم كيف. الفجر نام عليه العصر نام عليه الصلاة مرمدها كلها وكورها فهمنا كيف. لحقت العيشة راح يجري باش راح نشرة الاخبار وهكذا طلع حساب وقع كل شيء مرمد فهمنا كيف. كيما تدخل انت على الدار وتلقاها مكركبة الحوايج فوق بعضهم بعض الباليزات مقلبين الذراري مرونين الحالة وهذا هم الاعمال تاعو. بينما يدخل الدار يلقاها نظيفة الحوايج محددين مغسولين منظمين كل حاجة في مكانها يفرح يقول الحمد لله صلاتي معقبتها مليح صيامي مليح حجي مليح جيراني ما عشت معهم مليح ما أذيت واحد ما ضربت واحد يفرح بالعمل تاعه. لما يتفكر يقول الحمد لله أنا ما درت والو صلاة في وقتها صيام في وقته كل شيء العمل الصالح ما خدوم كل شيء منظم كما تقولوا بالحساب الدقيق فهمنا كيف. أما يطلع حسابه يقول ها كل شيء مربد ما عنده غير يطلع الصباح يروح يجري الخدمة ويجي مثل الدبيبة ما تعرف غير الخدمة ما تعرف غير المرعى فهمنا كيف. بينما الإنسان يا إخواني لا حق ربي وحق العبد الإنسان لا ينسى نفسه ولا ينسى أهله ولا ينسى عشيرته. وبينما يا إخواني الكرام أولا وقبل كل شيء فلا ينسى ربه ما ينساش ربي. لأن الدنيا هذه قلت لكم أنا نجروا ولا ما نجروش ندوا غرش اللي كتبنا ربي. ثانيا اللذة اللي تأكلها الآن الأشياء تروح لك فهمنا كيف. بينما يا إخواني الكرام الحاجات اللي تخليها عند ربي ثابتة ما تروح فهمنا ولا ما فهمناش. لذلك الإمام علي يا إخواني الكرام وكما قلت لكم نحن الآن يعني كأننا رانا هاملين حتى واحد ما يحاسبك صلي ما صليت زكيت ما زكيت صمت ما صمت حتى واحد ما عندنا مؤمنين يوعظونا رانا مال سايب فهمنا سالم وصح. بينما يا إخواني الكرام في حقيقة أمرنا أن ملائكة كرام كاتبين تحصي لنا الأعمال ولذلك يوم القيامة تعطينا الصحف تاعنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هات الصحيفة تاعك وقرأ وحاسب نفسك بنفسك ما يظلمكش ربي. كما لما تدخل الحانوت كبير وتعمر البالز ولا تعمر القفوف وتجي خارج تقول له شحال يلزمني يقول لك انا نعرفك حاسب نفسك بنفسك واعطيني درامي ودي سلعتك. هذا الانسان ثاق فيك ويبغيك. هكذاك ربي يوم القيامة كل واحد يعطي له كتابه فهمنا كيف. يبدأ يقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حاسب نفسك بنفسك ويبدأ يقرأ في الكتاب هذه مليحة هذه مش مليحة هذه مليحة هذه مش مليحة وهكذا.
إذن كما قال الإمام علي إمام الحكمة جزاه الله خير ورضي الله تعالى عنه، واش قال؟ قال الدنيا هذه يا إخواني الكرام، أضرب مثال للدنيا وأضرب مثال للآخرة. قال الدنيا عمل بلا حساب، فهمنا؟ رانا نخدموا مكان حتى واحد يحاسبنا، أمر الدنيا راهم يجوا يحاسبوك، طلعوا لك الحساب شحال تكسب، هات الغرامة، فهمنا كيف؟ شحال تكسب هات، فهمنا كيف؟ وهكذا حطيت خدمة يجي يحاسبك هات لي خدمتي، بينما الأمور تاع الآخرة راهي سايبة، ما كاش اللي يحاسب. الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل، فهمنا؟ أفهموا مليح الحكمة تاع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الدنيا عمل بلا حساب، راك تخدم هامل كدبي بسرعة ويبغى تسرع تسرع، والآخرة حساب بلا عمل، ما كان غير وين درت هذه وهات هذه هات الأخرى، ما قاش اللي خصو شوية قال يروح له يرجع للدنيا يخدم شوية يخدم. عندكم واحد المثال هنا وأمر صحيح، أن الإنسان بعضهم لما يلحق للتقاعد ويخصه شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين وعنده المدير مليح يقول له ما عليه شيء، روح زيد اضرب هذاك الخدمه، زيد اخدم شويه سنه ولا سنتين ونعطوك لانتريت وتريح، صح ولا ماشي صح؟ يعني خصو شويه على الانتريت يطبع له ويروح يخدم. في الاخره كي خصوك شويه حسنات قال يا ربي نروح للدنيا نزيد نخدم، خلاص اللي خدم راه خدم واللي نعاس راه نعاس. آية واحدة في القرآن تكفينا في سورة الملك، واش يقول فيها ربي سبحانه؟ يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمعوا مليح. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علاش خلقنا؟ تبارك تعاظم جل وعلا، لماذا خلق الموت والحياة؟ علاش ناس حيين وناس موتة والدالة رايحة حتى تخلص الدنيا؟ لا، ما هي الحكمة يا ربي في وجودنا على وجه هذه الأرض؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة فسرتها الآية، وهي ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. ميدان كيما الميدان اللي يجوزوه التلاميذ ولا أصحاب السيارات ولا ميدان يحطوهم ويشوفوا شكون ينجح، لما تكمل المباراة ولا يكمل الامتحان يقسمهم على زول، فائزون راصبون، صح ولا لا؟ هكذا يوم القيامة يجي ربي الفصل القضاء يقسمنا على زوج، فائزون راصبون، سعداء أشقياء. إذن باش تعرفوا علاش رانا موجودين في الدنيا هذه، الإنسان قد يرصب في الدنيا في امتحان ولا كما تقولوا في رخصة على السيارة ولا في بحيرة ضاعت له ولا في مشروع انحرق ولا هكذا، تجده مغموم وتجد حالته منكدة وهكذا. هذه دنيا يا أخي العزيز، بدل الفلك وتنجح، ما نجحتش درك تنجح غدوة، ما ربحتش اليوم تربح غدوة ولا غير غدوة، بينما يا إخواني الكرام الآخرة ما فيهاش غدوة وغير غدوة، يوم واحد برك. لذلك ربي سبحانه واش قال كل يوم لما يقولنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يسمها ربي غدوة. لماذا سماها غدوة؟ لأنه قريب مثل الغدات، قريب كما غدوة، بدليل أن الناس سمعوا مليح، ربي سبحانه لما يسمي الآخرة يسميها غدوة، ولما يسمي الحياة الدنيا يسميها الدنيا لأنها قريبة من الدنو وهو القرب، بينما الأخرى يسميها الآخرة، خيرة وكائنة موجودة وهي الأخرة. وكما يقولوا بالعامية أخرك ما تقولوا كلك الخبر يجيبوا التوالى ماشي الأولين، فهمنا كيف؟ الخبر عند الأخر، الأخر يلي مليح، فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام ننتبه جيدا إلى قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما يقول الدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. لذلك الله تبارك وتعالى خلقنا على وجه هذه الأرض لكي يبتلينا ولكي يختبرنا كيف نفعل. فالكيس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الكيس يعني اللبيب الفاطن، يعني كما تقولون انتم القافز،
فهمتوا؟ القافز انتم تقولوا اللي سلك راسه، اللي يبيع الحجر، اللي يبلعط واللي يخلط واللي كذا وقال لك يربح، يبيع الحجر يربح فيه، هذا تسموه انتم القافز. بينما القافز هو اللي سلك روحه من جهنم. شوفوا القافز اللي فسروا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش فسر القافز. احنا نفسروا القافز مش طارقنا، اللي يضرب الجيب واللي يسرق واللي يقفز واللي يبني العمارات من الحرام، هذا سميناه قافز. ياك تعالوا شوفوا القافز كيف سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. الكيس لبيب الفاطم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني كيفاش نقولوا؟ نقولوا القافز والشاطر والفاهم هو اللي حاسب نفسه ويعمل بعد الموت واش راه يقابل فيه، هذا هو القافز، هذا هو الشاطر. والعاجز الجايح، احنا الجايح اللي ما يعرفش يسلك راسه وما يجيبش الخبز لدارو، هذاك سموه الجايح. تعالوا كيف تشوفوا راسه كيف فسر الجايح. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. حديث عظيم هذا الحديث هذا. القافز اللي حاسب نفسه ويخدم واش راه يستنى فيه، ما يغفلش، يعرف كل يوم عنده موعد وهو عند الله، انه لما يموت كما قال العلماء ان من مات فقد قامت قيامته. ما نستناوش احنا حتى تخلص القيامه كامل، ما لنا علاقه بالقيامه، لنا علاقه كل واحد عنده قيامته في رقبته، كي تخرج الروح فقد قامت قيامته. كل من مات فقد قامت قيامته، لما نحطه في قبره وردوا عليه التراب ونجوا رايحين يلقى المصير تاعه في تلك اللحظه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار، والعياذ بالله. القبر زوج حوايج، اذا كان مؤمن يردوا له روضه من رياض الجنه يتنعم فيها، كان فاجر يرد له حفرة من حفار النار. وانت روح فوق قبره ودير الخديوجة ولا دير عشيش طمطر ولا دير واحد البريق معمر تاع سجاج معمر بالماء، ما يهمكش، دير اللي بغيت، سال واش عنده الداخل ما انت دير اللي بغيت. وإلا لو كان القضية كانت العبارة بما فوق القبور كان القبر تاع تيتو وتاع ستالين وتاع لينين أحسن من القبر تاع سيدنا حمزة، لأن تيتو لما داروا له القبر يطلعوا ليه بالسلوم يطلعوا ليه بالرخام، كي تشوف الرخام تقول ما وهو رخام، حتى تلحق للفوق وتلقى العساسة واقفة وتلقى النار شاعلة وتلقى النوار اللي عمرك ما شفته وتلقى الريحة والعطر، ولكن سأل واش عنده الداخل. فهمنا العبرة بما في داخل القبر وليس بما فوق القبر. فهمنا كيف؟ القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول منازل العبد القبر، فإذا نجح فيه وأفلح فما بقي فهو أتم بالفلاح، أو كما قال. يعني الدنيا هذه الآخرة عندنا امتحانات، الامتحان الأول هو القبر، إذا نجح في القبر كل شيء سهل، وإذا رسب في القبر وما نجحش كل شيء ضايع. فهمنا؟ جعلنا الله وإياكم من الذين يفلحون وينجحون في القبر إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى خلقنا على وجه هذه الأرض لكي يختبرنا، يختبرنا كما ميدان لما تحط الطلاب مثلا في معهد ولا في قسم وتعطي لهم الورق وتقول لهم، يقول لك يا شيخ علاش جمعتنا هنايا، علاش حطيتنا فوق الكراسة، تقول لهم يا شباب حطيناكم هنا باش نديروا لكم امتحان، نشوفوا الفرسان اللي كانوا يقراوا الا كاش ما عمروا في رصانهم، ونشوفوا الجياح اللي كانوا يلعبوا رايحين جايين رافد المحفظه وياكل في الدراهم تاع باباه، كي لحق امتحان ما جاب والو. فمن كيف هكذاك ربي سبحانه خلقنا في الدنيا هذه، ويوم القيامة طلع لنا الحساب. يا ناس كاين اللي نجحوا قفزوا وخدموا على رواحهم ومؤمنين، وكاين الجياح اللي كان داير كرة فقرات الغفور الرحيم. فهمنا؟ أذكر على كلمة غفور الرحيم. والعاجز فهمنا؟ الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز المعجاز والجايح من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
العاجز والجايح اللي يتبع نفسه كما قاتلوا يتبع فيها دايرها هي الإله تاعو تقودو كما بغى وبعدين يتمنك يتقول له قالك غفور رحيم انا ما دنيت الواحد ولا دنا لي واحد راني شاد روحي بيني وبين ربي خاطيك هذاك الشيء ماشي شغله هذا صحيح كلام هذا ماهوش كلام هذا هو الذي يتمنى على الله الاماني والا نوض اخدم يا اخي الكريم نوض اخدم يا اخي الكريم لذلك هنا النفس تقول ويتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يعني ماذا تنفعه الذكرى في هذا الوقت الحرج لا تنفعه الذكرى تتفكر ولا ما تتفكر ما تنفعك حتى حاجة اتفكرت واش تربح ما تفكرش ما عندك ما تربح وإنما النفس تبدأ تمني صاحبها وتقول له وتوبخه ليتك عملت ليتك صنعت ليتك عبد ليتك اجتهد ليتك أديت الصلوات في أوقاتها تبدأ تؤنبه لماذا؟ لأنها رأت العذاب عيانا بيانا لأن خلاص شافت المصير تاعها وراي رايحة يبدأ الإنسان يتذكر ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وأنى له الذكرى يعني كيف تنفعه الذكرى فلا تنفعه لذلك يا إخواني الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن الدنيا حلوة خضرة سمعوا مليح الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون الدنيا هذه حلوة وخضرة يعني اللي يجي لها تديه تهملوا يغتر بها وتضيعوا وربي قد استخلفكم فيها يعني خلقكم خلائف يعني هذا يخلف هذا راجل مات خلى أولاده وهكذا والسلالة تمشي وهكذا والدائرة أو الفلك انتع الكون يمشي مستخلفكم فيها علاه لكي ينظر ماذا تفعلون ويشوف واش اخدم ميدان تاع خدمة ميدان تاع سباق نشوفوا شكون يجري الأول وشكون يتلى الله نشوف شكون ينجح واللي ما ينجحش وهكذا وكما قلت لكم يا إخواني الكرام الدنيا كل الحاجات الإنسان ما ينجحش فيها فيها أمل باش يزيد يعاود ويزيد يعاود وينجح إن شاء الله بينما الآخرة اللي رصب راح لماذا؟ لأن دار واحدة والله تبارك وتعالى قد سد علينا جميع منافذ الاعتذار فهمنا باش ماشي واحد يوم القيامة يقول يا ربي أنا ما عرفتش ولا ما قالوا ليش ربي سبحانه أعطانا من الأدلة وأعطانا من الزواجر وأعطانا من المواعظ وأعطانا من الذكار ما فيه مزدجر فهمنا كيف ما ينجبش واحد يوم القيامة يقول يا ربي أنا ما عرفتش القرآن موجود العلم موجود الرسول صلى الله عليه وسلم بعث السنة مدونة وهكذا ما ينجبش واحد يجي يعتذر يقول يا ربي أنا ما عرفتش زيد ردني نخدم ونجي خلاص اللي يخدم راه يخدم إذن ربي سبحانه واش يقول يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يعني كيف له الذكرى ومتى تنفعه الذكرى فلا تنفعه في هذا الميدان وإنما في الدنيا تنفعك الذكرى تتفكرت نوض تخدم تفكرت صلاة باللي راك مضيعها نوض تجتهد تفكرت باللي راك مقصر في جوانب المعروف نوض تخدم لأن الدنيا تنفعك الذكرى في الدنيا كي تتفكر تخدم تنفعك لأن ما زلت حي بينما إلى مت ما تنفعك حتى الذكرى تتذكر ولا ما تذكرش ما تنفعك ولو فمن كيف لذلك في الإنسان ما دامت روحه في جسده فما عليه إلا أن يبادر فما عليه إلا أن يسابق في الخيرات لأن هذه الأشياء يا إخواني الكرام أمرها مثبت وأمرها مسطر والأمرها محصى إحصاء تاما لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا مليح يا إخواني الكرام حديث هذا مهم جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت إلا وسيندم كل ميت يموت يندم هذه ماشي عجب هذا الحديث عجب كيف فسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا قال كل ميت يموت يندم فإذا كان مؤمنا يندم أن لم يكن استزاد من الخير إذا كان مؤمن يندم يقول ها لو كان دريت كنت نخدم بزاف
فرصة كيما هذه وخايا كيما هذه خدمت غير شوية عطاني شوف شحال عطاني وانا عرفت كنت نخدم بزاف. إذا كان مؤمن يندم يقول ها لو كان دريت كنت نخدم بزاف، فرصة كيما هذه وخايا كيما هذه خدمت غير شوية عطاني شوف شحال عطاني وانا عرفت كنت نخدم بزاف. وكذلك الثاني يندم على إذا كان مسيب ماذا حتى خير يندم يقول ها لو كان غير بطلت راني ديت كيما دافنان أخا غير بطلها واشدها وأنا ما ديت لا ذيك ولا الأخرى. إذا كان محسنا يندم أن لم يكون استزاد من الخير، وإذا كان مسيئا يندم أن لم يكون قد نزع عن إساءته. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام ثبت في بعض القصص الأولى عن ذو القرنين، هذه كمثال حتى تشوفوا على قضية الإنسان اللي مات يندم، مؤمن يندم ولا ظالم كافر يندم، كلهم يندموا. المؤمن يندم على ما زاد بزاف، والآخر يندم يقول علاش غير بطلت كنت ندي غير شوية برك. ذو القرنين الإمام العادل ويجوا يأكلوا الأخضر واليابس ما يخلوا والو. هذا ذو القرنين لما راح ودى الغاشي نتاعو في الظلمة يمشوا سمعوا الخيل تاعهم تقربع في الأرض، قالوا له هذه ماشي أمر ماشي عادي، الرجلين تاع الخيل تاعنا يعني راهم يقربعوا في الأرض ماشي عادية، ما هي لا رمل ولا حجر. قالوا له واشنو هذا؟ قال لهم هذا اللي يدي يندم واللي ما يديش يندم. فهمنا؟ قال لهم رانا نمشوا فوق واحد الحاجة اللي يدي يندم واللي ما يديش يندم. ناضوا الناس قالوا احنا في الندامة في الندامة ندوا، بعضهم قالوا احنا في الندامة في الندامة ما ندوش. لما كملوا مشاو وطلع النهار خزروا قال لي داب قا غير ذهب ذهب معمر. فهمنا كيف؟ اللي دا قال ها شواري عندي وما ديت زوج شواريات، شكارة عندي وما ديت زوج شكاير، وهذا قال ها انا عقب فوق وما ديتش غير حفنة. فهمنا كيف؟ هذه كمثال تاع الانسان اللي دا يندم واللي ما داش يندم. فهمنا كيف؟ هكذاك الانسان اذا مات كل ميت يموت يندم، اذا كان مؤمن يندم يقول ها لو كان غير زدت باش يزيد لربي درجات، وانا كنت غافل، واللي كان غافل يقول ها لو كان غير بطلت كنت اديت غير شويه ولو حويجه ما اديت والو، عشت في هذه الدنيا مكومه ما اديت حتى غله، عاش وراح بلا حتى فايده. الانسان اللي يعيش ويموت بلا ما يقدم للاخره هذا موتو في الدنيا قبل حياته يا اخواني الكرام راه ميت. لماذا؟ لان راه الفرصه موجوده وماهوش يخدم. فهمنا كيف؟ الحاجة نتاع الترفاه ونتاع الغنى ونتاع السعادة بيده وراه راميها ما بغاش ياخذ بها. إذا نرجع للآية الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يرجع للكلام اللي كنا نقوله فيه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهمنا؟ هذا هو اللي كنا نحضره فيه، يقول لك ها لو كان غير قدمت لحياتي قدمت للخارج. احنا رانا نقدموا للخارج ياك، ماشي تقدم للخارج، قدم للآخرة، لأن الخارج بالك الدنيا تنقلب وتصير زنزلة وفلوسك راهي في الخلع. صح ولا ماشي صح؟ الناس في الزنزلة في الأصنام خلاو الملاير، كي راحوا للدولة قالوا أنتم وحنا خاسرين، كلنا خاسرين، صح ولا ماشي صح؟ قال لك انتم خليتوا عندنا والدولة خاسرة والبنوك تكسرت والتردمت تحت لها، كلنا خاسرين كلنا ضايعين، ولكن اللي خلاها عند ربي ما هيش ضايعة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول آه يا لو كان غير قدمت كاش دراهم الآخرة ما كان والو. رب القاء الكتاب انتهوا معمر غير بالسيئات، ما عنده حتى حسنات قربوا لله تبارك وتعالى، يبدأ يندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولكن هل الندامة انتهوا هذه تفيد؟ والله لا تفيد. يقطع كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. اثبت في الحديث أن يوم القيامة الظلمة والجبابرة والطغاة والزنادقة والمشركين وغيرهم من الكفرة لما يشوفوا الموقف ويشوفوا ماذا أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين وماذا أعد الله تبارك وتعالى للفجار الأشقياء،
يبدأ يشد في إصبعه من كثرة يفكر يشد إصبعه ويقطع فيه وما يجيبش الخبر. هذا القرآن يقول ويوم يعض الظالم على يديه، يشد يده. كان بكري واحد ضربوا به المثال في الندامة، فهمنا كيف؟ العرب زمان لهم أمثلة، يقول لك أكرم من حاتم الطائي وأندم من الكساعي. كان واحد في الجاهلية واسمه الكساعي، يضربوا به المثل في الندامة، ما كان حتى واحد ندم كما هو في الدنيا. على وفي الأدب العربي موجودة، في التاريخ العربي موجود كلامات صحيح. يقول لك خرج رفد الكنانة نتاع وراعي صيد فيها 10 سهام، الجعبة نتاع أسهم فيها 10 سهام، ورفد القوس نتاعه وخرج يصيد. فهمنا؟ لما خرج يصيد مر عليه سرب من بقر الوحش، مر عليه سرب بتاع بقر الوحش، بدأ يعمر في النشاب ويضرب، يعمر في النشاب ويضرب حتى يكمل 10، حتى بقرة ما طاحت. فهمنا؟ خزرها كذا ما بدلو حتى واحدة طاحت، كل شيء راح. أجلس 3 أيام ولا 4 ولا يصيد، كي لحق لذيك المنطقة وين كان يصيد ألقى 10 بقرات طايحة وبالسهام تدورو، ولقاها حشا كلها مدودة وخارجة ما تصلحش، ألقى غير الغربان ياكلوا فيها. بدا يشد في صباعته ويفكر يقطع الصباع ويزيد يروح للأخر وهكذا حتى قطع 5 صباعته وما جابش الخبر، وهو يندم 5 بقرات طايحة. قال وعليه ما تنبعتهمش نشوف إلا طاحوا ولا ما طاحوا. كان يوكل الناس كلهم ويستنفع بالجلد التحم ويستنفع بالقرون التحم، كانت غلة كبيرة سماوه يقول لك أندم من الكساعي. فيه يوم القيامة ناس يندمون ندم أشد من ندم الكساعي، ويقطعون أصابعهم من شدة الندم ولا ينفعهم ندم، كما قال ربي في هذه الآية يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا لك أنا خدمت باش راني لقيت، وقال لي حياتي يعني باش يحيا، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحيي المؤمنين بالإيمان يحييهم في الجنة، والكفر يدخلهم جهنم والعياذ بالله لا يموت فيها ولا يحيا، ما يحياش حياة مليحة وما يموتش يتهنى، يبقى بين موت وحياة في يوم كان مقداره 1000 سنة. فهمنا كيف؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، ما يقضيش عليهم ربي يقتلهم وما يخرجهمش من جهنم يريحوا ولا يحييهم حياة طيبة. هكذا بين موت وحياة، كما قال الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أمنين يطيب الجلد تاعهم؟ واحد يقول الشيخ والجلد تاعهم مش حال، وقيل كيف بنو تاع الكاميو تاع الصحراء تقول وقيل شفتوا بنو تاع الكاميو تاع الصحراء شحال كبير الجلد تاع اصحاب جهنم تعرفوا شحال؟ في الحديث الصحيح 40 شبر جلد كبير ما يعلم به الا الله، ذات ما يعلم بها الا الله. الناب تاعه قد جبل احد، الناب تاع الكفار من اهل جهنم والعياذ بالله الناب تاعه قد جبل احد. الجلسه تاعه كما بين مكه والمدينه، القعده اللي يقعدها انت شحال تقعد؟ تقعد تقبض نص ميتر مربعه صح ولا لا؟ تقبض نص ميتر، هو يقبض 500 كيلومتر. ولذلك الآية راكم تقرأ قريناها وسمعناها، قلنا ربي لما يجيبوا جهنم يجيبوها ب70,000 زمام وكل زمام في 70,000 ملك، باللي هذه جهنم كبيرة. علاش كبيرة؟ لأن الملائكة اللي كركروها 4,900,000,000,000 من الملائكة يكركروا فيها، إذا قد من هذه أكثر من الدنيا وأكثر من اللي مشي اللي ما يصورش الإنسان العقل كامل. إذن هذا الكبر تاع جهنم، لذلك ربي سبحانه يجعلها الناس تاعها ناس كبار ذوي جثة عظيمة وذوي هيكل عظيم وذوي جلود يعني مبطنة فوق بعضها فوق بعض، حتى النار تلقى واش تاكل. فهمنا كيف؟ تلقى النار أعاذنا الله وإياكم منها، تلقى واش تاكل. بينما المؤمنين يحييهم ربي سبحانه في الجنة. لذلك هذا الإنسان لما يشوف الأمر واقع، لأن الآن احنا ما نشوفه والو،
ولكن القرآن صادق وربي صادق والرسول صلى الله عليه وسلم صادق. لأن هذا الشيء احنا اللي رانا نقولوا فيه، ما لقيناش في الجرائد ولا في التلفزيون، خلي يكذبوا عليكم، لقيناه في الشيء صادق. القرآن صادق لأنه من عند الله، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم فهو صادق، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك صادق. إذن عندنا مصادر موثوقة ألف في الألف ولا ألف ما تدريش في متى، فهمنا كيف بلي هذا الشيء موجود وراجينا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لو كان غير قدمت كاش عمل ينفعني، فهمنا كيف. ولكن يا إخواني الكرام، هيهات أن ينفعه ندم، فما على الإنسان ما دامت روحه في جسده فما عليه إلا أن يبادر، إلا أن يجتهد، إلا أن يسابق في الخيرات، لأنه إذا مات فقد طويت صحفه ولم يبق له علاقة بالدنيا. إلى مات الإنسان وردوا عليه التراب، خلاص الصحيفة داعه الطوات، ما بقالوش علاقة في الدنيا. لذلك يندم هناك ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، زيد الآية، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لك ربي سبحانه في هذا النهار العذاب بتاعه ما يتعذب حتى أحد، لأن خصكم تعرفوا أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عذاب جهنم، لأن عذاب ربي سبحانه فريد من نوعه كما أن نعيمه فريد من نوعه. المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها الشيء اللي ما شفتوش عينك، والشيء اللي ما سمعتوش وذنك، والشيء اللي ما خطرش في بالك كامل في الجنة. وكذلك جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. العقرب يا إخواني الكرام، هذيك اللي في الصحراء تمشي شحال فيها ميزان، نجمو نديروا 30 غرام ميزان، نديروا لها 50 غرام ميزان. يلا تعالوا تشوفوا عقارب جهنم شحال فيها، العقرب تاع جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقرب جهنم مثل الناقة الكوماء. العقرب تاع جهنم كيما النبا هذيك الكبيرة كتعود حاملة، هذه العقرب. طيب تعال للثعابين وتعال الحاجة أخرى، ما لا يعلم عذاب الله تبارك وتعالى إلا الله. كما أن الجنة فيها حاجة اللي ما شفناهاش وما سمعناش بها وما خطرش في قلوبنا، كذلك جهنم فيها من العذاب ومن النكال ومن الأشياء التي تغص منها أفئدة الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعاذنا الله وإياكم منها. لذلك الله تبارك وتعالى يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. النار هذا يوم القيامة نعذب عذاب عمره ما شافوه ولا تعذبه واحد من قبل. يعني واشنو عذاب ربي فريد، ولكن واشنو العذاب تاع الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله، قالوا له يا رسول الله الموت، الموت نموت في الحرب نموت في كذا، واش قال لهم؟ اسمعوا مليح العظمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم انتم الموت هذه واش تحسبوها؟ انسان كي يدخل الحرب ويدخل في كذا واش تحسبوا؟ قال لهم شفتوا الانسان كي تقرص النحلة؟ قال لهم هاك، قال لهم هذيك هي الموت، الموت تاع المؤمن كي قصد النحلة. يعني في الدنيا قصدك النحلة عشت في الآخرة خلاص، عذبوك ولا ما عذبوكش راح الروح راحت لربها. بينما ثم عند الله تبارك وتعالى إنسان يتعذب وهو حي، ما قالش يموت. الصحراء الذين كانوا في عهد فرعون لعنه الله، لما أمنوا بسيدنا موسى، لما شافوا المعجزة والبرهان واضح، جاء
جاءوا في الأول باش الحاج وموسى ويغلبوه، وقالوا وافتخروا وقالوا بعزة فرعون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون ماشي بعزة ربي. وفعلا رماو، اللي جاب حبل جاب، واللي جاب قصبة جاب، واللي جاب مطرق جاب، ورموها وأصبحت أكوام من الثعابين بعضها فوق بعض. عرام جبل تاع ثعابين، تاع حنوشة هذه فوق هذه. وسيدنا موسى ينظر، ولكن هؤلاء سحرة وهذا نبي مرسل مؤيد بالمعجزة العظمى من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى في شأن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى لما شاف الدنيا جبل تاع حنوشة قال: وغذا وشكون يغلب هذا الناس هذو؟ خاف. واش قال له ربي سبحانه؟ بدا تخوف. فأوجس في نفسه خيفة موسى، بدا يتخوف. امتحان هذا واقيلا راح يرصب فيه باش يقضي على هذا الحنوشة كله. واش قال له ربي سبحانه؟ ألقي ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أرمي اللي في يدك اليمنى كل شيء تاكل هذا الشيء كله، لأنهما سحارين وأنت نبي. وفرق بين السحار والنبي كما فرق بين السماء والأرض. لما كلات هذوك الحنوش أطلق الثعبان، اطلق العصا تاعو واصبحت ثعبان عظيم، فاصبحت تتلقف. وقال ربي سبحانه: شوف القران كم دقيق، ما قالكش ما قالوش تاكل. فهمت كيف؟ باش تشوفوا القران كل لفظه تنحط في محلها، لو تعصر اللغه العربيه كلها باش تديرها ثم تنحيها ما تنجمش. لان القران دقيق دقه لا يعلمها الا الذي نزل القران وهو الله. يقولوا تلقفوا، ما قالوش تأكلوا، لأن الماكلة واشنو؟ الماكلة لابد يدخلوا فيها الضروس والسنان، صح ولا لا؟ تأكلوا تبدأ تمدغ، عاد تزيد تروح تجيب الآخر وتأكلوا تمدغ. بينما كي قالوا تلقف تبلع، غير تحل فمها وتبلع، دارت منا ودارت مني، بلعت كلش وجات ريحة عن سيدنا موسى. تبلع تأكل ما تمدغش، تلقف ما صنعوا. السحرة لما شافوا هذا الشيء هذا واش قالوا؟ اسمعوا مليح باش تشوفوا الإيمان لما يحرك القلوب. قالوا هذا الشيء ماشي سحر، وإلا لو كان سحر يغلب كذا ألف سحار، هذا ماشي سحر. لأن شكون يعرف صنعة الإنسان؟ صاحب صنعتك ولا يعرف صنعتك؟ لو كان سحر احنا سحارين نعرفوا بعضنا بعض. إذن هذا نوع فريد ما هوش سحر. أمنوا به، أمنوا بموسى عليه السلام. واش قال لهم فرعون؟ قال لهم آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال لهم أنتم لا تعجبتوا، هذا هو الشيخ تاعكم في السحر، معلوم يغلبكم. لأن الشيطان فرعون، إن الإنسان لما يتنكس تجيب له الآيات تجيب له المعجزات ما يأمنش. قال أنتم لا رحتوا بعيد وترحتوا تسلموا وتأمنوا به، هذا شيخكم في السحر علمكم، هو اللي يغلبكم. لأن الشيخ دائما يغلب تلاميذه، ولكن هذه ماهيش قاعدة مضطردة، مرات يكون التلميذ أحسن من الشيخ. لذلك قال العلماء: تجد في النهر ما لا يجد في البحر، تلقى في الواد كذا حاجات ما تلقاهاش في البحر، يعني تلقى عند التلميذ حاجة ما عندش الشيخ. إذا القاعدة ما هيش مطاردة. واش قال لهم؟ قال لهم: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. شفت كيف؟ قال لهم يلا أمنتوا به، أنا أقطع لكم الآن رجليكم ويديكم من خلاف ونعلقكم في النخل. يعني قطع لهم اليد اليمنى مع رجل اليسرى باش يخلي التوازن تاعهم، ما يقبش التوازن الانسان يعيش مرمد، ونزيد نعلقهم في النخل. واش قالوا له؟ باش تشوفوا الايمان لما يدخل القلوب، الانسان لما يصبح مؤمن جعلنا الله واياكم مؤمنين حقا، لما الانسان يصبح مؤمن تهون
عنده الشدائد ويهون عنده التعذيب وأصبح لا يبالي به لأن قلبه أصبح متعلق بالله تبارك وتعالى ما يهموش. واش قالوا له؟ قالوا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا له دير واش تدير؟ أنت تدير في الدنيا صح ولا لا؟ تعذبهم في الدنيا ولكن مجرد ما يموت يروحوا لعند ربي سبحانه في الجنة منعمين. قالوا له أما في الآخرة فالآخرة لله، تعذبنا في الدنيا وربي عذبك في الآخرة، وفي الآخرة ما تستطعش تعذبنا في الدنيا وفي الآخرة زيد تعذبنا ما تنجامش، لأن الدنيا راهي صح راك مالكها راك تتحكم فيها راك تدير كما تبغي، ولكن في الآخرة ما تنجمش لأن الآخرة لله وحده لا شريك له، حكمه لا يشارك فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا لما نتكلم على قضية الموت، وإنما هي مثل لسعة النحلة كيما اللسعة تاع النحلة وتأشر الروح عند ربي سبحانه، بينما الآخرة لا يموت ولا يحيا، رايح دائما حي، لا هو ميت ولا هو حي في جهنم، لا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، العذاب تاعه ما يتعذب حتى واحد والوثاق تاعه لا يتوثق به أحد، يعني الرباط تاعه يجيبوا له السلسلة اللي قال عليها ربي سبحانه ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كاين ولا لا؟ باش تشوفوا يا إخواني الكرام أعاذنا الله وإياكم من جهنم، وإلا يكفي الكفار يدخلوا جهنم يدخلوا رم يتعذبوا، ولاش تدخل السلسلة هذه في الوسط؟ يربطوهم بالسناسل ويزيدوا يربطوهم مع بعض مقرنين في الأصفاد، يربطوا مجرم مع مجرم يقول خدمتك كلها كانت كيف كيف، يا فرعون يا هامان يا قارون يا كذا يا جبابرة يا طغاة يا ظالمة خدمتكم كانت كيف كيف، نربطوكم كيف كيف وتتعذبوا كيف كيف. سلسلة فيها 70 ذراعا يربطوه بها ويوثق بها توثيقا لا يتوثق مثله أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني يربطوه الملائكة بالسلاسل المتينة الشديدة القوية وثاقا لا يربط مثله أحد، ويتعذب عذاب ما يتعذب حتى واحد كما هو، ويتربط رباط ما يتربط حتى واحد كما به. فهمنا كيف؟ أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم ومن وثاقها ومن لهيبها ومن كل ما فيها. إذن يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى بعد ما انتهى من معرض العرض وتكلم على جهنم وعلى أصحاب جهنم أتى إلى صنف آخر ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة، لأن باش الإنسان لا يأخذه الرهب كثيرا ويأخذه الرعب بعيدا فيقول هذه الآية وهذه الصورة تكلمت غير على جهنم وتكلمت غير على العذاب وعلى الوثاق وعلى الشدائد وما تكلمتش عن المؤمنين، يجي ربي سبحانه يقول له هذه طمأنينة للناس المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول ربي سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة، لأن الأخرى اللي دخلها الجهنم وعذبها عذب ما يتعذب كما هو هذه هي النفس الفاجرة، فهمنا كيف؟ أما هذه النفس المطمئنة نفس المؤمنين التي اطمأنت بالإيمان ورسخ الإيمان في ثناياها فأصبحت دائما مطمئنة بإيمان الله تبارك وتعالى وتعلم علما يقينا أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها، فهي نفس مطمئنة، فحق لله تبارك وتعالى أن يخاطبها بهذه المخاطبة العظيمة التي تترك في النفس أثرها من النعيم ومن الراحة ومن الإطمئنان. يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. فهمنا؟
إذن هذا النفس المطمئنة ربي سبحانه يخاطبها، يخاطب أنفس الجبابرة أن تذهب إلى الجبارين فتدخل فيهم ثم يدخلون إلى جهنم، ويخاطب الأنفس المؤمنة يخاطبها أن تذهب فتدخل في أجسادها الطاهرة النقية فتدخل إلى الجنة. فهمنا كيف؟ ولكن يا إخواني الكرام، هذه الآية هذه كثير ما كنا نسمعها تقرأ ويجعلونها في غير محلها. القرآن يا إخواني الكرام أصبح بعض الناس يتلاعبون به، يعني كي يقرأها خلاص أصبح هو نفس مطمئنة يدخل في جنة الله، تبارك. كذب والله، لأن القرآن هذا يا إخواني الكرام له أسباب نزول وله موارد وله رب أنزل به. أما أنت أقرأ على من بغيت، ربي سبحانه لا يجعله إلا لأصحابه الخلص، كما كنا نسمع آية أخرى دائما: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهي كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: والله إن هذه الآية نزلت في أصحاب أحد وعلى رأسهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. سمعتوا لما سمعتوا؟ عندهم مالية هذه الآية هذه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما تأخر عمي اللي هو أنس بن النضر عن غزوة بدر، ما حضرش في غزوة بدر الكبرى، قال والله ندم ندما شديدا ما حضرش، لأن الرسول قال اللي يبغى يحضر يحضر، اللي يبغى يريح يريح، رايح نضربوا دورة ونجو. ما قالوش باللي تكون حرب، والرسول نفسه ما كانش عارف باللي تكون حرب، وإنما كما قال ربي ليقضي الله أمرا كان مفعولا، تلاقاه صدفة. لما توخر على غزوة بدر قال والله لئن أحياني الله تعالى إلى غزوة أخرى لا يعلمن الله ماذا أفعل. قال والله توخرت، قال بصح ربي لو كان نشهد كاش غزوة واحدة أخرى مع الرسول راه ربي شاهد، واش ندير؟ شكون هذا الرجل؟ أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. قال ربي يشهد لو كان نزيد نحضر موقع واحدة أخرى مع الرسول، ربي يشهد واش ندير. ولما جات غزوة أحد خرج، لما تراعى الجمعان وتراعى الجيشان واش قال هذا الصحابي هذا؟ لبس لعمته ودرعه وتهيأ هيئته للحرب وقال لهم: يا معشر المسلمين، قال للناس: والله يا رب إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء أيها المسلمون، والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد. قال مرني شم في ريحة الجنة من جهة أحد، ودخل في جيش الكفار وقاتل قتال المريرة حتى قتل. فلما انتهت الحرب وجدوه وبه 80 ضربة، القوى فيه 80 ضربة لم يعرفه أحد، القوى قطعوا له وذريه، قطعوا له نيفه، مثلوا به، ما عرفاته إلا أخته الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة هي التي عرفته ببنانه بصباعته، عرفت أخوها. قال أنس بن مالك على كلمة الله أكبر، قال أنس بن مالك اللي هو عمه قال لهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وعد ربي. قالوا يا ربي شهد لك نزيد نحيا الغزوة أخرى خير ندير لما داروش حد في الأخرين. إذن الصدق، فهذه الآية خاصة به وبأمثاله بشهداء أحد، لأن القرآن أصبح والعياذ بالله مبتهل، أصبح والعياذ بالله ليس له تكريم، نقرأه على من شئنا ونمنعه عن من شئنا، وهذه مصيبة كبيرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربي سبحانه يخاطب النفس المؤمنة، نفس المؤمن التقي النقي يخاطبها
بأنها تدخل في عباده المؤمنين وكذلك تدخل في الجنة. جعلنا الله وإياكم من ذوي الأنفس المطمئنة المؤمنة التي يناديها ربها يوم القيامة بهذا المقال الجليل العظيم. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وغفرنا الله تبارك وتعالى في ليلتنا هذه أجمعين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.